ينضم إلينا الآن من حيفا السيد إيهاب جبارين الباحث في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك سيد إيهاب. سيد إيهاب، يعني إسرائيل ماضية قدما في توسيع هذه العملية العسكرية، أعلنت أنها بدأت هجومها البري، كيف تقرؤون المشهد الآن؟ نعم، تحية، صباح الخير. باعتقادي يعني أن ما تقوم به إسرائيل في نهاية المطاف هو ضمن إطار العرض العسكري الكبير، يعني هذا يمكن تقديره هناك كما كنا قد أشرنا كثيرا، وباعتقادي أنه كان هنالك تنصل حتى من تسميته بالتوغل بمعنى الكلمة، إنما مناورات. إسرائيل تحاول حاليا استكشاف الميدان. بطبيعة الحال هنالك لديها الكثير من المجهول، بالتحديد بكل ما يخص قدرات الطرف الآخر، ولذلك ما تقوم فيه في هذه الفترة هو استكشاف الميدان، استكشاف ما لا يعني لا يوجد لديه عندها أي معلومة عنه، وبالتالي هذا هو الإطار الأساس لكل توغلاتها. باعتقادي أنه واضح جدا أنه ممكن أن يكون هنالك اختلاف يعني في نهاية بالضبط المطاف ما بين سيد ما إيهاب، يعني أرادته منذ دعنا نتوقف عند البداية. هذه النقطة، يعني الهدف من هذا التوغل برأيكم، يعني هل مرة هو أخرى، فقط كما ذكرت حضرتك سيد إيهاب هو استعراض، أم فقط أم ربما لأهداف عسكرية أخرى كما ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو القضاء على حركة حماس؟ باعتقادي أن القضاء على حركة حماس لن يتم بمثل هذه السرعة ولن يتم بمثل هذه السهولة، بل أكمل من ذلك يمكن القول أن في نهاية المطاف القضاء على حركة حماس هو نحن نتحدث عن أيديولوجيا قبل أي شيء آخر، وبالتالي القضاء على أيديولوجيا أنت بحاجة لفترة زمنية طويلة بكل معنى الكلمة، بحاجة لمناورات سياسية حتى في داخل هذا العمق، وليس مجرد مناورات عسكرية. وبالتالي ومن هذا المفاهيم باعتقادي أن هذه يمكن أن تكون ضمن الاستهلاك الإعلامي ليس إلا، يعني يمكنه أن يتداول ذلك، يمكنه أن يصرح بهذه التصريح، ولكن على أرض الواقع هنالك بعد، هنالك مسارات أخرى يجب أن يأخذها، هنالك اعتبارات أخرى يجب أن تأخذ بعين الاعتبار. والأهم من هذا كله يعني أنا باعتقادي أن حتى مفهوم القضاء على حماس هو مختلف. مفهوم القضاء على حماس بأي مدى، بأي شكل، بأي أطر، حماس العسكرية، حماس السياسية، الوجود، الحكم، الحكومة، كل هذه الأمور كذلك مختلفة. فهذا الأمر ربما يعني حتى بمفاهيم إسرائيلية أن تكسر يد حماس، أن تلوي يد حماس، هذا يعتبر نصر، هذا يعتبر النصر على حماس، هذا يعتبر نعم، فوز عليها. ولكن سيد إيهاب إذا ما عدنا إلى تصريحات المسؤولين في الجيش الإسرائيلي وأيضا تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ذكر بالنص أنه أحد أهداف هذه العملية العسكرية هو القضاء على حركة حماس وليس كسر حركة حماس أو كسر المقاومة الفلسطينية أو الفصائل الفلسطينية بشكل عام. هذه النقطة، اسمح لي، هذه النقطة تحديدا ذكرها بنيامين نتنياهو ولم يذكرها من عدم. في داخل الشارع الإسرائيلي هنالك يعني توجهات حقيقية بأن من عزز ومهد وأعطى الزخم والدعم لحماس بمفاهيم كهذه أو كأخرى هو بنيامين نتنياهو، فقط لكي يؤجج لمفاهيم فارق تسود في داخل الشارع الفلسطيني، وبالتالي هو يحاول أن يتنصل من هذا المفهوم باعتبارات وبتقديرات وبتصريحات إعلامية وباستهلاك إعلامي. الآن النقطة والقضية المثيرة هنا والمهمة جدا التي يجب أن نقف عندها باعتقادي هي أكثر من ذلك، هل الكابينيت، هذه النقطة المهمة، يريد أن يعطي بنيامين نتنياهو مثل هذه الصورة؟ هذا السؤال الذي يجب أن يسأل. الكابينيت الذي لديه الكثير من الامتعاض، جالنت لديه امتعاض، جانس لديه امتعاض من شخص بنيامين نتنياهو، هل كلهم يريد أن يعطوا بنيامين نتنياهو مثل هذه الصورة؟ أي نعم هنالك اعتبارات تفوق السياسة في داخل إسرائيل، لكن كل شيء هو محض السياسة، وتحديدا عندما يكون الأمر يتعلق ببنيامين نتنياهو. باعتقادي أن بنيامين نتنياهو حالة نادرة في المشهد الإسرائيلي لا يمكن القياس عليها ما كان من قبل برؤساء حكومات آخرين، لأنه لديه تراكمات من مشاهد أخرى.